فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت أصلي تحية المسجد، فدخل رجل معي يصلي بنية الفريضة، هل تصح كنت أصلي تحية المسجد فدخل رجل معي يصلي بنية الفريضة، هل تصح إمامتي له؟ أعيد السؤال. كنت أصلي تحية المسجد فدخل رجل معي ليصلي بنية الفريضة. لا بأس بذلك، يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، تصلي نافلة وجاء واحد دخل معك ينوي فريضة، لا بأس بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.